لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قطيح. أهلا بك أحمد. أهلا بك سمية. في ظل ورود أنباء عن قرار محكمة العدل الدولية لنظر في دعوى قضائية كانت قد رفعتها فلسطين بخصوص انتهاكات واشنطن للقانون الدولي بنقل سفاراتها للقدس المحتلة، كيف تقرؤون هذه الخطوة إذا أدرجت ضمن النضال الفلسطيني وحق استعادة الأرض؟ بالتأكيد سمية، بعد تحية لك وللسادة المستمعين أو المشاهدين عفوا، في كل اتجاه تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك لإدانة واشنطن في كثير من القرارات الداعمة للكيان الإسرائيلي، وهذه الخطوة كان عملية تحويل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، باعتبار أن القدس منطقة متنازع عليها، منطقة محتلة، فلسطين ترى بأن هذه أرض فلسطينية، ملك الفلسطينيين، لا يجوز لأحد التدخل بتحويل السفارات. هناك في الأمم المتحدة جاري وفي مجلس الأمن والتحركات الدولية جاري بحث إدانة أمريكا لهذا أو إدانة ضد أمريكا، طبعا ضد هذا القرار بتحويل السفارة، وبالتالي السلطة تنجز في كثير من الأحيان بعض القضايا بعد دخول أو الاعتراف، يعني بيحق للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تناقش مواضيع كبيرة مثل هذه القضايا في مجلس الأمن والأمم المتحدة. على أي حال نحن نقرأ بأن هذه الخطوة خطوة إيجابية، يسعى الجميع لمباركة كل الجهود التي من خلالها يرى الفلسطينيون أنهم أصحاب حق، وعلى العالم التدخل لوقف هذه العربدة الإسرائيلية أو كذلك الدعم الكبير من أمريكا لإسرائيل. يذكر هنا سمية لحظة تحويل السفارة إلى القدس، حصلت مجزرة إسرائيلية كبيرة عندما هب الفلسطينيون اتجاه المناطق الحدودية في قطاع غزة رفضا لهذا القرار، وبالتالي إسرائيل استغلت هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لها وقامت بقمع كل من يحاول أن يخرج سلميا لهذا التظاهر. اليوم نحن في هذا السياق أحمد، وصف مراقبون نقل السفارة الأمريكية بأنه انتهاك لسيادة الفلسطينيين على أراضيهم، تماما كتلك الانتهاكات الصهيونية التي تسببت اليوم في مقتل فلسطيني على يد جيش الاحتلال. كيف تفسر تصاعد وتيرة الانتهاكات في الفترة الأخيرة؟ بالتأكيد هناك، دعيني أنوه لشيء مهم. الآن بدأت السفارة أو بدأت أمريكا بإغلاق كثير من المؤسسات في القدس الفلسطينية الجهة الشرقية التي من خلالها يقوم الفلسطيني بمراجعة هذه المؤسسات والقنصليات في حال أراد التعامل أو السفر إلى خارج فلسطين، حتى ترغمه بالتعامل مع السفارة التي فتحت لها أفرع في القدس الغربية وهي القدس عاصمة فلسطين الغربية والشرقية طبعا. وبالتالي هذه الخطوة زاد من التوتر في الجهة الفلسطينية. عملية اقتحام المدن الفلسطينية وقتل الفلسطينيين في الضفة وغزة ورفض أي أحد يخرج ضد القرارات الأمريكية أو ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالطبع هذا دعم أمريكي عن جهية إسرائيلية متواصلة ضد الفلسطينيين. اليوم نحن أيضا هناك قرارات لإدانة المقاومة الفلسطينية التي تحاول مقاومة الاحتلال، وبالتالي الكل هنا في فلسطين قطاع غزة والضفة يرى بأن هذه القرارات هي قرارات ممكن أن تصب لصالح الفلسطينيين في حال تم إدانة أمريكا، ولكن تعلمين بأن أمريكا هي الجهة هي الدولة الأكبر وهي التي يحق لها أن ترفع الفيتو، وهي الدولة التي تدعم إسرائيل، وبالتالي إدانتها في المحافل الدولية صعب، وإن كان حدث أو سيحدث هذا لا يعتبره الفلسطينيون أي نتيجة، وإنما إلا نتيجة للضغط الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الصحفي الفلسطيني أحمد قديح، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة.